وصلنا لفقرة كتير مهمة بالنسبة للناس، كتير عم نشوف هلا ظاهرة الأطفال بيضلوا على الموبايلات، صحيح. ألعاب إلكترونية، طبعا هذا الشيء نحن من زهقنا ومن ضيقة خلقنا إنه خلص خذ الموبايل بس بعيد عني اتركني أعرف أقعد يعني، صحيح. ولكن أكيد هاي القصة إلى آثار سلبية، حتى لو كان في إلى آثار إيجابية ولكن السلبية عم تكون أكثر. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الاختصاصية التربوية والاستشارية الطفولة المبكرة ربا ناصر. صباح الخير لإلك. صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن موضوع كثير مهم فعلا، ويمكن بعض الاهل فقدوا السيطره على اولادهم بموضوع الادمان على الالعاب الالكترونيه. خبرينا اول شيء الالعاب الالكترونيه او حتى مواقع التواصل اللي عم الاولاد مثلا هلا عم يدمنوها، قد ايه بتاثر سلبا عليهم؟ هلا بالدرجه الاولى الالعاب الالكترونيه هي خلقت للترفيه، يعني نحن اغلب مثل ما قالت حضرتها اغلب الامهات هلا بتلاقي بسبب زمن السرعه اللي نحن فيه اغلب الامهات مو فاضيين او بالشغل البيت او استقبال الضيوف او بالعمل، فالوقت الفراغ اللي عم يكون فيه الولد نحن عم نعبيه دائما انه خذ التاب او اقعد على الكمبيوتر ما في مشكله، المهم انا اخلص ما عندي دائما متطلبات. طبعا هذا الشيء كثير عم يخلق عند الاطفال مشاكل سواء كانت جسديه او نفسيه او اجتماعيه. هلا بالدرجه الاولى الاثار الجسديه، هلا طفل قاعد دائما ماسك بايده تاب او قاعد على الكمبيوتر، هذا عم يعمل كثير مشاكل جسديه بالعمود الفقري، بالام الكتفين، بالام الرقبه، كذلك الامر السمنه، يعني طفل مثلا يمكن يروح يقطع اللعبه او يوقفها شوي ويروح على المطبخ يتناول صحن من امه او ساندويش او اي شيء وهو يقعد وراء الكمبيوتر او على التاب، هذا عم يسبب سمنه. ليش؟ قله حركه، تمام؟ كمان اثار اجتماعيه، ما في تفاعل اجتماعي، نحن هون مغيبين الطفل عن التفاعل الاجتماعي، يعني الطفل هو عباره عن اله عم يتفاعل مع المنظومه اللي هي قدامه، يعني مع هي اللعبه، يعني حتى اذا نحن حكينا بيكون مشوش. ليش؟ لانه كل تركيزه ضمن هي اللعبه اللي هو منفعل فيها. بنيجي نحكي عن الاثار النفسيه، يمكن كثير في العاب هلا كثير يعني انتم بصددها وكلياتنا عم نشوف مثلا هي العاب قتاليه، بغض النظر اذا كانت فتيات او صبيان، في هلا بتلاقي في العاب خاصه بالفتيات، في العاب خاصه بالصبيان. يعني انا في لعبه لاحظت فيها انه في واحد يعني شخص عم يركض بمدينه خاليه، بيظهر له ناس يعني بيطلق النار عليهم، بيقتل، بيقوم بافعال قتاليه، فهذا عم يعمل عنف عند الطفل، هي اثار نفسيه، يعني عم تصير رده فعل الاطفال، مثلا يمكن الماما عم تحكي او رفيقه بالمدرسه او البابا، صار عندنا رده فعل نفسيه وممكن يكون حالات غضب. أو عنف. إذا حبينا هيك شوي نفصل بموضوع الفقرة اليوم، أنا أيمت طفلي أنا بقدر أقول إنه هو فات بحالة إدمان على الألعاب الإلكترونية، وأيمت بيكون الوضع هيك يعني إنه بشكل سريع؟ كل شيء بيصير منه بالكثرة أو بالإفراط هو حكمة، يعني حكما صار إدمان. فانا يعني وقت انا ما عم خصص وقت لطفلي، يعني معلش نحن اسره كمنزل مثلا، انا ابني اذا بدي يضل حاططه ساعتين كل يوم، هو هدول الساعتين عنده مقدسات ورح يزيدوا. ليش؟ لانه خلص انا عندي وقت مفتوح، وطالما في وقت مفتوح فانا ادمنت وهذا صار شيء يومي. طيب انا مثل كيف بدي انتبه انه ابني صار عنده ادمان؟ يعني شو حيبين عليه مثلا؟ حيكون عدواني؟ حيكون هيك بعيدا اجتماعيا عن الناس يعني؟ طبعا هلا بالضروره يعني كلياتنا صرنا بنعرف انه اي طفل بتحرميه هلا من الموبايل او بتقولي له ما في اللعبه او ما في التاب، دغري بصير في حالة عصبية، يمكن ردات فعل، يمكن هجوم أحيانا بتتطور، يمكن ضرب الأم. فصدقا يعني صاروا الأطفال متعلقين جدا بهذا الشيء، بس هذا بيرجع على البيئة اللي عايش فيها الطفل، قديش هي البيئة صحية، كيف صحية؟ صحة نفسية. يعني أنا ما بدي أعلم طفلي من نعومة أظافره إنه هذا شيء مقدس عندنا التاب أو الكمبيوتر، هن عم ينظروا له هلا بمجتمعاتنا إنه من باب الرقي والرفاهية، إنه واو ابنه معه تاب، أو من باب تسكيت الأولاد كمان، لأنه الأم بيكون عندها ضغوطات أكثر هيك. يعني أنا بإحدى الحالات اجاني اب انه ما في كهرباء،
اخذ التاب ليشحنه لبنته عمرها 4 سنين عند بيت جده لانه في عندهم كهرباء انه مشان لا تتعطل عن التاب. فانا فوجئت يعني معقول نحن دائما بنكون دائما يعني الاهل هن يعني القدوه عند الطفل. فانا طالما ام وعندي كل الوقت موبايل ولعبه او كثير درجه العاب هلا وعم يقطعوا فيها مراحل كثير كبيره بتلاقي الكبار قاعدين عم يلعبوها، طب معلي انا وقت بدي يكون كبير طفلي كيف بده يكون اذا هو شايفني هيك او شايف ابوه هيك؟ بالمجمل يعني شيء بديهي بده يقلدني لانه الطفل هو صوره عن اهله. نعم بالدرجة الأولى، وخاصة يمكن رشا هلا بالأعمار الصغيرة عم نشوف صار في كتير أمراض عند الأطفال، اضطراب تواصل، حتى صعوبات تعلم، في منهم جداً. توحد شاشات عم بيصير عندهم للأطفال. فخلينا نحكي شوي على الآثار السلبية وخاصة بالأعمار الصغيرة قد ايه بتأثر عليهم. طفل قدامه مثيرات، هي المثيرات عبارة عن مثيرات بصرية سمعية حسية، تمام؟ هو عم يشوف ألوان متواترة، أصوات، احيانا بيكون مرافق لالعاب الفيديو موسيقى حتى هو بصير يدندنها. هي المثيرات كلياتها اللي عم يتعرض لها الطفل بغض النظر عن البصر اللي عم ينتقل بشكل متواتر، الطفل صار عنده صمت، هذا الصمت مع الحركات مع الاصوات المتواتره صار عنده الطفل قله تفاعل اجتماعي، ما عم يشوف ناس كثير، ما عم يتفاعل حتى مع الاسره، ما عم يتفاعل. فهذا الشيء دغري بيعمل عند الطفل طيف توحدي. يعني انا وقت طفلي بده يكون عمره 2 سنين وعلمته على التاب والموبايل عمليا على 4 سنين ان شاء الله طفلي ببطل يحكي اكيد مو. يعني انا بيجيني اطفال والله ابني ما عم يحكي عمره 3 سنين ونص، بيقول با ما بو. اوكي طب انت عم تحكي معه، عم تقعدي معه؟ طب معلي انا هذا الجهاز اللي مقابل ابني سواء تاب او كمبيوتر، هذا الجهاز عم يحاكي، عم هو ما نوع عم يتفاعل معه، هو بالنهايه عم يقدم له شيء هو عم يتصرف فيه، تمام؟ فانا العقل عندي هون مجمد، ما في تنميه تفكير ابداعي، ما في تواصل لفظي، ما في تواصل يعني هذا التفاعل اللي بيتم بين البشر بيكون عباره عن اللغه، طب اللغه المحكيه مقطوعه، فهذا بسبب صعوبات بالنطق. نيجي على صعوبات الإدراكية أو صعوبات التعلم مثل ما تفضلتي، صعوبات التعلم بتصير بسبب خمول بالعقل، يعني هذا الطفل ما عم يتعرض للمهارات وتنمية مهاراته، يعني بتتم بتشغيل حواسه بشيء مفيد، تمام؟ يعني أنا ما الوقت اللي بده يقضيه ابني على التاب أو الموبايل أو الكمبيوتر ليش ما باخده نزهه؟ ليش ما بنروح عند بيت جده؟ بنروح مع لعند رفقاتنا؟ ليش ما مثلا اليوم انا بخصص انه رايحين اليوم على المتحف، اليوم رايحين على معرض الكتاب؟ ليش ما بنمي عند طفلي الشغلات والهوايات؟ ليش ما بنحطه دوره رسم؟ ليش ما بنحطه دوره موسيقى؟ طب ماشي بدا لنشوف انه نحن بدنا اطفال اقوياء مثلا بالبنيه، بناخده على نادي رياضي، ليش؟ انا بوجه طفلي، مو هو بيوجهني، انا هيك ببعد طفلي تماما على كل شيء يعني مشتت لتفكيره، مشتت لانتباهه، بنمي تفكيره، حتى الرياضه الجسديه بتنمي الدماغ، ما هي بتفرغ طاقه، الطفل وقت عم يقعد قدام الالات هذا طاقته عم تضل كامنه جواته فعم يصيب عنده خمول دماغي حركي بالنهايه. طيب حكينا بالاثار السلبيه، ما عم بيكون في اثار ايجابيه للقصه، يعني دماغيا يعني بيقولوا بتشغل الدماغ اكثر، بصير هيك الطفل اللي عنده خيال اكثر بالقصه؟ يعني علميا شو للأمانة فيها آثار إيجابية، ما في شيء سلبي بالمحض، يعني في آثار إيجابية دائما. نحن آثارنا السلبية عم نحكيها وقت عم نكتر، وقت عم يكون في إدمان، وقت عم يكون في ساعات متواصلة، اما كل شيء منه قليل. يعني انا مثلا كل يوم نص ساعه مثلا رح نلعب هاي اللعبه نص ساعه، مثلا في لعبه تصنيف الالوان، في لعب تعليميه كثير مهمه، في لعب للفتيات كثير حلوين، يعني عم تنمي هيك الابداع. مثلا في لعبه ازياء للبنات، يمكن هي تعمل من هاي البنوته مثلا تصير بالمستقبل عارضه ازياء او مصممه ازياء، ليش؟ هي عم تنقي، عم تشوف هاي اللعبه شو بيناسبها. للصبيان كذلك الامر، في كثير العاب عن جد طلعت بتنمي التفكير، بتعزز التركيز، يعني الالوان بدك تصفيها حد بعضها شيء متوازي، يعني نحن بنستخدمها احيانا بالالعاب هي اسمها تنميه المهارات الحسيه. هي الالعاب الالكترونيه لها فوائد طبعا، بس مو بالاكثار، يعني هو سلبي الاكثار أكثر. لا هي مو سلبيه اكثر، الاكثار منها والادمان عليها بيؤدي للسلبيه الاكثار اكيد يعني. بس الفكره مثل ما حكيناها اول شيء انه اليوم كثير في ناس بتقلك انه انا جبت ولدين وثلاثه واربعه وربيتهم ما حسيت فيهم. حلو. هذا الجيل غير،
يعني ليش غير؟ يعني انه عن جد غير، شفتي بنوتي او صبي بتحسي عنده قدرات ما بتشوفيها كنا من بالجيل اللي قبله، يعني عنده انفتاح يعني انا احيانا في شيء ما بعرف ادخله، ابني هو اللي بفوت اللي هيك ساوي هيك، يعني الذكاء الذكاء يعني ارتفعت نسبة الذكاء عند الأطفال بطريقة رهيبة. نحن هلأ الزمن اللي نحن فيه بسبب وسائل التواصل كل شيء محيط فينا، سواء التلفاز الكمبيوتر أي شيء محيط فينا عم يخلي الطفل موجود ببيئة ما عم تعزز تفكيره، عم تعزز إبداعه، يعني دائما في شيء مبدع. العصر اللي نحن فيه كل الأدوات موجودة قدامنا، فهذا الطفل عم حتى الألعاب الأطفال، يعني ألعاب الأطفال صارت عم تنمي الذكاء بطريقه، نحن عم نحكي عن الالعاب التقليديه طبعا، كثير عم تنمي الذكاء بطريقه كثير حلوه، يعني تصنيفات في مفاهيم عم يدخلوها عن طريق الالعاب. يمكن نحن كامهات مثلا بتيجي ام بتقلي طيب انا جبت له العاب كثير والله هيك خشبيه وكذا، كثير في العاب عم تنزل بالمكتبات كثير حلوه، كثير عم تنمي التفكير، الطفل عم يطلع عنا ذكي بعمر صغير. وفعلا نحن هي الشغله لازم نوقدها، ما لازم نقمعها دائما. يعني انا دائما بطلب من الامهات انه شو ما عمل طفلك دائما عززي له، يعني المفاهيم خليها دائما معززه، دائما الكلام الجميل، دائما التعزيز اللفظي كثير مهم. اما فيما يخص اللي عم يقولوا انه كلياتنا مثلا ربوا 4 و10 وهيك تماما، انه كان الطفل كل الطاقه اللي هو فيها، يعني المدرسه الايام زمان الحركه غير هلا. نحن اذا بده يروح الطفل على الروضه او على المدرسه بده يروح بالاوتوكار، هلا الطفل عنده موبايل مثلا، عنده تاب، عنده وسائل ترفيهيه، من زمان ما كان عنده وسائل ترفيهيه. صحيح. حتى برامج الاطفال كانت عباره عن ساعه الدلال، بتحسي انه هيك شوفي هلا امتى ما فتحتي التيفي في برامج اطفال، فالطفل صار عنده دائما شيء عم يعززه. بتحسي الطفل بيعرف لك كل انواع الفواكه والخضروات بيصنفها. البيئه اللي نحن فيها كثير كثير صارت يعني عم تعزز عند الطفل كثير مفاهيم حلوه، فهذا الشيء بياثر ايجابا الحمد لله. اكيد يعني. طب خلينا نحكي هلا اذا بحال صار في ادمان على الالعاب الالكترونيه، كيف فينا نعالج هذا الادمان؟ الاهل كيف شو دورهم اليوم؟ المدرسه شو دورها؟ هل ممكن اي طفل يروح عند مثلا اخصائي حتى يتم معالجته من الادمان؟ طبعا لا، مو بالضروره. هلا الادمان ما هو بالنهايه يعني مشكله كبيره. ليش؟ وقت تكون الام يعني الام والاب، طبعا الاسره لازم تكون متعاونه فيما بينها، ما بصير يكون كل واحد قراره لحاله. يعني انا دائما بعقب وبقول الاهل والام هي بالدرجه الاولى اللي عم تتعامل مع الطفل بشكل متواصل، انه هي اللي بدها تحد له من هذا الادمان. كيف؟ انا ما فيني اجيب اخذ الموبايل وتبو خلص، ما في. انا هون عملت انقطاع فجائي، صار عندي رده فعل عكسيه، صار بده اياها لانه كل ممنوع مرغوب. هي بالدرجه الاولى. انا كل شيء بدي اعمله بالتدريج، يعني التدرج بانهاء الادمان، بس انا ما بنهيه على الاخير. خلص انا بقطع وعد بيني وبين ابني انه معلش ماما نحن اليوم رح نلعب ساعه، تمام؟ بعد اسبوعين بنقول يلا اليوم 3/4 ساعة، باخذ فيها اسبوعين، بعد اسبوعين ماما كثير عم نضيع وقت، كثير اهدار الوقت، حتى الارق اللي بصير عند الطفل بسبب يعني تركيز بصره بشكل دائم على هالالعاب، هو لحاله بصير بيرتاح. كيف انا لسه بدي اعزز هي الفكره غير التقليل منها؟ انا باخذه يعني بنترك هي الاجهزه وكذا وبالبيت وبنروح يلا ماما هلا وقت الحديقه. مثل ما قلت دائما تنمية المواهب، يعني أنا بخصص له ساعة للموسيقى، ساعة للرسم، ساعة مثلا للمطالعة. أنا هون نظمت، بس بلش التنظيم وبالنهاية أنا القدوة. يعني أكيد أنا وبابا ما رح نكون دائما بإيدينا الموبايلات أو التابات وهيك، ليش؟ مشان أنا أكون قدوة. دائما القدوة مو بالكلام، القدوة بالفعل. طبعا حكينا عن الالعاب اللي عم بصير فيها هيك بتعقيب سريع، يعني كثير عم نشوف الببجي وغيرها، يعني الاطفال يعني صار بس انه همهم قد ايه حيجمعوا اسلحه. يعني اللي بفوت ببجي بيعرف انه في مؤثرات عم بتفوت على مخ الطفل وعم تتحكم فيه بشكل كثير كبير. اليوم طفلي وقت بده يوصل لمرحله العدوانيه قلنا نحن بهدول الطرق ممكن نطلع منها، بس ولكن اليوم الطفل عنيد، يعني في عنادية كتير كتير بشعة،
يعني بتقول لك الام انا جربت معه الرواق ما مشي الحال، ضربته ما مشي الحال يعني، فانا واصل لمرحله انه اعمل بدك اياه بس خلص يعني. فموضوع العندي يعني هلا العند غير العنف. هلا هو وقت يعند على شيء يعني هو بده اياه تمام، بس وقت يكون في عنف بالموضوع هذا معناته رده فعل عصبيه، لانه هو عم يتعرض لتاثيرات ومؤثرات، هو مثل ما قلتي اسلحه وقتال وكذا، فهذا موضوع والعند موضوع. وقت انا بدي يكون ابني عنيد اكيد انا بدي اتبع معه يعني شيء خفف من هذا العند، انا بدي سايره لدرجه ما، بس بنفس الوقت بدي احط له ضوابط. يعني اي طفل انا مثلا ابني يمكن يعند بده اللعبه هاي الفلانيه تمام، انا فيني اقول له اوكي بس شو رايك بهذا، يعني انا بدي اعدل له رغباته، خليني شوي شوي. انا دائما اي شيء بيجي عليه بالعنف رح يتعنف اكثر، بيجي عليه بالعند رح يعند اكثر، ما في شيء يعني ضد دائما بيعلي من النسبه، فانا دائما بعمل على تعديل السلوك. يعني انا ابني عنيد دائما بدي اتبع معه الرواء بس مو مل، لانه الام ما بصير تمل، يعني دائما الام لازم تثقف نفسها دائما تصير يعني. هلا وسائل التواصل ما خليت شيء والجوجل وهيك، دائما الام لازم تكون مطلعه باهم الاساليب اللي ممكن انها هي تنجع معها بترويض طفلها، لانه الطفل دائما بحاجه لترويض. هو هلا الجيل هذا اللي طالع بصراحه هو يعني عم يشتغل فينا وعم يربينا، ولكن هلا اغلب اطفال عنيدين. وقت انا بشوفني راي او ما اعطيت اي رده فعل هو لحاله بينطفي، اما وقت انا بدي اعصب هو بده يفور زياده، فانا دائما بعمل على تعديل سلوكه وبيجي معه بالطريقه اللي بدي اياها، بخيره بين خيارين انا بدي اياهم. يعني الله يعينها على الام، يعني انت ركزتي كثير اليوم على الام، بدها تشتغل جوا البيت وبرا البيت ومع الاطفال، واي تقصير بيقوله الام يعني. لا هلا دائما الاب هو بوصله كمان، ما في هلا الاب بينزع الاطفال. انا هي يعني حسيت انه خلص يعني بتكون الام هيك عامله سيستم معين، بتكون نظام معين ببيتها، فهو هذا الدلال والتهاون يعني عم يكون هو سبب كثير كبير بهي القصه. هيك عم يصير معك؟ هو الاب بيغيب وقت يجي ما بيطلع من قلبه انه يحكي الاولاد او يتخذ موقف جهامي، فبيطلع من قلبه يعني ينزع كل شيء انا مسويته مثلا. لا 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 دائما خلي بيناتكم يعني هاي المساحه وقت تقعدوا مع بعض، دائما انه لازم يكون في تشاور، انه معلي انا حاطه انه مثلا اليوم نص ساعه كذا، بعدين بدنا نروح عند التيتا، بعدين بيجي لعندي ضيف تمام، انا منظمه هاي الامور. انت بتقول لهم كلام الماما خلص هيك قالت طبعاً هي مشكلة عامة يعني كثير عم نسمع انه دائما الاب عم يميل لدلال الاطفال خصوصا اذا كانت بنوته بسبب قلة عدد افراد الاسرة. يعني نحن عملنا على تنظيم الاسرة صار كل حدا عنده ولد او اثنين او ثلاثة، قلة عدد الاطفال عم يخلي الاب كثير متعلق فيهم خصوصا اللي بيغيب فترات طويلة، فهذا بيتم بالتفاهم بين الاب والام دائما يعني. نعم ربا يعني كثير معلومات مهمة يعني اعطيتينا اياها، بنتمنى كمان يعني من الكل يكون استفاد منها، واكيد بدنا نشكرك على كل هي المعلومات اللي كانت معنا خلال حلقتنا اليوم. تسلمي لي حبيبتي. شكرا لك، واكيد معلومات كثير مهمة، واحكوا لنا وقفة ثانية بقصص ثانية بتهم الاطفال والطفولة والام اكيد يعني. ان شاء الله دمتم بخير.